السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا جماعة الخير. شوفوا ما شاء الله، ده شجر البيدام أو اللوز الترميناليا اللي طول تقريبا يمكن في حدود 1.5 متر 3 متر. طبعا احنا اخوانا بنطلع الشجرة بتكون فراعة فوق، يعني احنا بنطلعها بطريقة معينة، بنخلي العود يطلع سيدة وبعد كده يبتدي يفرع، لأن في بعض الشجر لما بيتساب من غير قص من فوق هتلاقي الشجرة تطلع عود واحد وتسحب بس ما تبقاش قوية. لكن ده الشجر ما شاء الله شايفين طلع تفريع كله، ولا حجم تقريبا ممكن في حدود 2.5 متر. طبعا في منه الأصفر وفي منه الأحمر، بس الغالبية العظمى كله أصفر، أحمر شاي بسيط. في متوفر الأحجام اللي زي كده، السعر على 150 درهم، ومتوفر أحجام صغيرة بعد عنه، في على 100 وفي على 70 في 80. طبعا كل ما بيكون الحجم أصغر يكون سعره أقل، لكن اللي هم 2.5 متر لين 3 متر مفرعين ده سعره على 150 درهم، كله مطلع تفريع ما شاء الله. طبعا الترمينالي معروف من الفواكه القوية جدا اللي تحمل الأجواء في دولة الإمارات، وناجح جدا مفيهوش أي مشاكل. بالتوفيق للتواصل على الخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.